قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين تهدف لزيادة الضغط على طهران. واعتبر روحاني أن الولايات المتحدة تريد فرض ضغوط قصوى على إيران عن طريق التشهير، معتبرا أنه ما من أحد يصدق تلك الاتهامات على حد قوله. بدوره قال وزير الدفاع الإيراني إن الاتهامات الأمريكية لا تستند إلى أي دلائل. القضية واضحة تماما، وهذه الادعاءات والاتهامات مرفوضة بشكل كامل لأنها لا تستند إلى سبب أو دليل، إنها مجرد ادعاءات، فأنت قد تتهم أي شخص تحت أي ظرف دون تقديم أي سبب لذلك.